هاي الفاز فلسطين. يا مصاب حطي لها حاجة شخصية يا مصاب. هذا وأنا كنت ألعب في كرة القدم في أكاديمية الوحدة، كنت مسجل في النادي وكنت أتعامل مع الفريق. كانت أحلامي أني أصبح لاعبا مشهورا كباقي اللاعبين المشهورين، لكن أتى الاحتلال الصهيوني ودمر حلمي بالكامل وحطمها. وأنا أشجع الفريق ريال مدريد وأتابع الدوريات، وأنا أحب كرة القدم وأعشقها وأنا طفل صغير. طبعاً عاصف يتيم الأب، وطبعاً عاصف طموحه كان أن يصبح لاعب رياضي، لكن الاحتلال الصهيوني منع من تحقيق طموحه نظراً لأنه كان يلعب بالكرة وسجلته في نادي رياضي. طلعت من الدار رحت تلعب في الكرة 10 دقائق، لو ما لحقتش وإني طحت الكرة الأرض مصورة، رحت سحب الأرض حتى أطلع من الكرة، لكن ما لحقتش أروح لأنه قصائر نزل الصاروخ وانقطعت رجلي والثاني صار فيها بلاتين.